صباح الخير لجميع المشاهدين وين ما كنتوا. شكرا انكم ضميتوا لبرنامجنا الاذكياء يشترون بطريقه امنه. بتامل انكم انتوا اللي بصفوف جاهزين عشان تشاركوا بالبرنامج وتجاوبوا على الاسئله كمان. وعشان تقدروا تشاركوا في البرنامج امسحوا الباركود او فوتوا على الرابط menti.com. سجلوا الكود عندكم 37581873. تعالوا نبلش بسؤال إحماء صغير يدخلنا على أجواء المسابقة. شو هو أكتر إشي بتشتروه عن طريق الإنترنت؟ هل هو يا ترى ألف ملابس وأحذية، ب ألعاب حاسوب وأدوات إلكترونية، جيم منتجات تجميل، دال آخر أنا لا أشتري عن طريق الإنترنت؟ أنا صراحة حاسة حالي أني بعرف شو معظمكم بدهن يجاوبوا، بس يلا بلشوا جاوبوا. انتو للمعلمين والمعلمات تواصلوا معنا إسا وابعتوا الجواب اللي جاوبوه أغلب الطلاب في صفكم. شو بعدكم ما جاوبتوش؟ يلا بدنا نبدأ. يشترون بطريقة آمنة، أهلا وسهلا فيكو. شو بتحبوا تشتروا عن طريق الإنترنت؟ أصلا مين بحبش؟ على الأغلب لحديت إسا فيش معكو بطاقة اعتماد وإنتو بتشتروا على البطاقة تبعت أهلكو، صح؟ طيب شو اشتريتوا هذا الشهر؟ لقيتوا إشي كنتوا بدكوا إياه؟ بتأمل إنكم ما بلغتوا في المشتريات، لأن المشتريات من خلال الإنترنت بتخليكم معرضين للإحتيال كمان. بس تقلقوش، إحنا هون عشان نساعدكم ونفهمكم كيف بتقدروا تشتروا من خلال الإنترنت بأمان. وكمان أكم من سنة بده يصير معكم بطاقة اعتماد، ولحديت ما تحصلوا عليها خبروا أهلكم كل اللي رايحين تعرفوه اليوم هون. قبل ما نبدأ تعالوا نفحص الصفوف اللي انضمت لإلنا. صباح الخير لمدرسة المنارة في جسر الزرقاء، صباح الخير لكلية جليل علبون، وصباح الخير لمدرسة النهضة الإعدادية كفر برا، للمدرسة الابتدائية واو الطير، للمدرسة الابتدائية المقابلة، للمدرسة الإعدادية المجد الطيبة، وللزهراء قلنسوي، وللمدرسة الإعدادية الشاملة في الريني، وللمدرسة الإنجيلية في الناصري. أو صباح الخير للمتسابقات، لرغدة من حيفا ولما من أم الفحم اللي معنا في الاستوديو. شو صبايا كيف حالكم؟ مبسوطات؟ مبسوطات إنكم معي اليوم؟ أنا كتير مبسوطة طبعا. طيب صبايا اللي بتفوز رح تأخذ هذا الكاس الفاخر، شوفوا لي بالله هالكاس محلا. وتذكروا إنه إحنا في منافسة بروح رياضية. طلع محلى الكاس، المهم انكم تشاركوا وتنبسطوا. انا بحب اقولكم انه هاي المره انتم مش لحالكم، لان الصفوف اللي بمدرستكم رايحين يرافقوكوا في كل البرنامج. احنا راح نزورهن كل شوي، ومثل ما المشاهدين والمشاهدات كمان صفوفكم راح يجاوبوا على كل الاسئله، ورايحين نفحص شو جاوبوا. اهلا وسهلا بصف رغده من مدرسه ماريو حنا. صباح الخير مدرسة ماريو حنا وصف رغدة. أو أيوة شوحوا شوحوا شوحوا، اعملوا ضجي 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 ضجي. إيه كمان بدي أرحب بالمندوبين تبعون مدرسة ماريو حنا اللي هن ألما وفريد. صباح الخير لألما ولفريد ولكل الطلاب والطالبات. كمان بدنا نرحب بصف مدرسة لما اللي هن مدرسة التسامح من أم الفحم، بنوجه لكم تحية. وبدنا نسلم كمان على أيهم، أيهم المندوب تبع مدرسة أم الفحم. واو من الحماس محلاكم. طيب اسمعوا بدي احكي لكم شغلة، انتوا بتقدروا تستعينوا فيهم او طبعا هن رح يساعدوكم ويجاوبوا عنكم لما انتوا تقرروا انه بدكم. طيب هات نشوف شو بدي يصير معاكو إسا. طيب بدي أحكي لكم إنه معنا بالاستوديو هون السيدة فريال مساد اللي هي معلمة مختصة في مجال إدارة الأعمال والتسويق ومرشدة في موضوع الإدارة المالية اللي راح تساعدنا نفهم كيف نشتري من الإنترنت بأمان. أهلا وسهلا فيكي فريال. أهلين رنين وأهلين بالبنات الحلوات، بالتوفيق. حبيبتي فريال أنت بتحبي تشتري عن طريق الإنترنت؟ صراحة كتير. أوه ماي جاد. بس بنتبه أشتري إشياء اللي أنا بحاجة لإلها مش بس جاي عبالي. حبيت جواب كتير حلو.
انا كثير مبسوطه انك معي اليوم هون. شكرا رنين، وانا كثير مبسوطه اني معكم حبيبتي. ولسه اجى الوقت لنفحص شو جاوبوا في الصفوف عن سؤال الاحماء اللي سالته. متذكرين شو سالت؟ لحظه بتعرفي شو، عندي فكره تانية. بدل ما اكشف لكم الاجابات اسا، بدي اقترع عليكم تحدي. بدكم تحدي؟ سمعوني زقفه. اذا نجحتوا تحزروا في نهايه المسابقه شو اكثر جواب جاوبوه الطلاب على سؤال الاحماء، بتكونوا فزتوا في التحدي. بس اذا ما نجحتوا بكون انا اللي فزت. بس شو هو التحدي؟ التحدي هو كالتالي: اللي بخسر من بيناتنا انا وياكو لازم يختار واحد من العلب اللي هون وياكل كل اللي موجود فيها. يعني اخترتوا علبه بتفتحوها بتاكلوا كل اللي فيها. الله يستر شو فيها. انا متاكده انه في علب راح يكون فيها اشياء طيبه، وفي علب شوفوا محلاهن، وفي علب يمكن يكون فيها اشياء يعني، وفي علب يمكن اشياء ما بنحبش ناكلها. بس بعرفش، انا كمان بعرفش شو في بالعلب، يعني زيكم. اتفقنا؟ جاهزات للتحدي؟ جاهزات. هات نبلش لما عندي سؤال لإلك. تفضلي. شو اكثر شيء بتشتري عن طريق الانترنت؟ اواعي. واو، ما توقعتش يكون جوابك هيك. وانت رغدة؟ كمان اواعي. كمان اواعي. فكرت تقولوا لي العاب او اشياء او هيك. لا انا بشتري بس اواعي. بس اواعي. طيب مستعدات للجوله الاولى؟ نبلش. نبلش. الطلاب اللي بالصفوف بذكركم تتواصلوا معنا، امسحوا الباركود، تواصلوا معنا وجاوبوا على الاسئله. بدي احكي لكم صبايا انه بالجوله الاولى كل سؤال عليه 10 علامات. قديش عليه؟ 10 علامات. مستعدات؟ يلا نبلش. اكيد بتعرفوا انه شهر تشرين الثاني، يعني شهر 11، هو شهر المشتريات، يعني البلاك فرايدي. انتبهوا للسؤال الجاي: كم يبلغ معدل انفاق الاسرائيليين ببطاقه الاعتماد في شهر المشتريات في الانترنت؟ الف حوالي 10 مليون شيكل، ب حوالي 100 مليون شيكل، جيم حوالي 500 مليون شيكل، دال حوالي مليار شيكل. الطلاب اللي بالصفوف انتوا كمان تقدروا تجاوبوا، المتسابقات اللي معنا هون، بتعرفوا شو الجواب الصح؟ يمكن. يمكن. اذا ما كنتوش متاكدات بتقدروا تستخدموا وسيله مساعده. شو هي وسيله المساعده؟ في كل جوله راح تكون لكم فرصه واحده عشان تقرروا اذا بدكم تجاوبوا او تستعملوا جواب تبع مندوبين صفوفكم. انتوا مش رايحين تعرفوا من قبل شو هن بدي يجاوبوا بالصف، يعني فيها مخاطره، بس يمكن هاي المخاطره تكون لمصلحتكم. يعني لما انتوا مش عارفات تجاوبوا بتقدروا تتساعدوا بالمندوبين بصفوفكم. شو بتقولوا؟ تحبوا تجاوبوا على السؤال لحالكم ولا تستعملوا مندوبين الصفوف؟ انا بجاوب لحالي. وانت مندوب صفوف؟ طيب معناته هات نشوف شو جاوبوا من صف مدرسه التسامح في ام الفحم. شو مدرسه التسامح؟ دال. اوكي. ورغده؟ انا كمان دال. كمان دال. اوكي، هات نشوف شو الجواب المظبوط. هات نشوف. والجواب الصحيح هو دال. برافو. برافو عليكم. سكان اسرائيل بيصرفوا حوالي مليار شيكل في شهر المشتريات في الانترنت عن طريق بطاقات الاعتماد في ريال. شو انا بس لحالي بفكر انه هذا المبلغ خرافي. مبلغ صحيح خرافي جدا. بنعرف احنا شهر 11 وشهر المشتريات، احنا بنشعر انه الاسعار نزلت، عشان هيك بيكون الوقت مناسب انه نشتري. بس هذا مش دائما صحيح. في بعض الاحيان البائعين بيرفعوا الاسعار قبل شهر التسوق عشان احنا نشعر ان نزلوا في شهر 11. وكمان في احساس انه الكل بيشتري، عشان هيك انا كمان لازم اشتري. لهيك قبل ما نشتري اي شيء لازم نفحص اذا احنا بحاجه بالفعل، او انه احنا بدنا نشتري بس لانه الكل عم بيشتري، او لانه احنا بس جاي عبالنا. وكمان نصيحه صغيره، اذا كنتوا تفكروا انه تشتروا اي شيء يمكن يكون هذا الاشي متعلق برغبتكم انكم تشتروه ومش انكم بحاجه له، حاولوا تسيطروا على رغبتكم، تستنوا 24 ساعه قبل ما تشتروه. يمكن تقل رغبتكم في انكم تشتروه، لانه الرغبه الاوليه في الشراء بيكون سببها عاطفه، وهي الرغبه مع الوقت يمكن تضعف. اذا شفتوا انه مرق 24 ساعه وانه بعد عندكم هاي الرغبه انكم تشتروا المنتج، فروحوا اشتروه. واو، انا الصراحه ما كنتش اعرف هاي الطريقه. كنتوا تعرفوا هاي الطريقه تستنوا 24 ساعه؟ ما كنتش اعرف. طيب هات نشوف وضع العلامات. شكرا كثير في اليار. حاليا وضع العلامات هو كالتالي:
لما 10 نقاط ورغدة 10 نقاط، يعني متعادلات انتوا التنتين. السؤال اللي بعده، رغدة ولما، انتبهوا للصورة اللي من وسائل التواصل الاجتماعي. الصورة اسا رح تشوفوها على الشاشة، احكوا لي شو اللي بتعلن عنه هاي الشخصية اللي في الصورة حسب رأيكم. تلميح صغير، يمكن عم تعلن عن أكثر من منتج. ركزوا منيح، في عندكم هون تحت لوح وقلم توش، طلوهن استعينوا فيهن لو سمحتوا، اكتبوا شو هن المنتجات اللي بتعلن عنهن هاي الشخصية اللي بالصورة. طلعوا منيح 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 على الصورة، شايفينها؟ اه وراكم، طلعوا وراكم. اه اوكي، شو حسب رأيكم هاي الشخصية المؤثرة اللي بتظهر في الصورة عن شو عم تعلن؟ اكتبوا عندكم على اللوحة. بنفع أسأل من الصف؟ استعين بالهاي؟ تستعيني بالصف طبعا بنفع اكيد. رغدة دا تستعين بصفها، يعني بألمة وبفريد، فبدنا نتواصل مع الصفوف لحتى بهذا الوقت. لما انت بتقدري تكتبي لو سمحتي شو ألمة وفريد؟ بدنا نسمع منكو تكتبوا لنا على ورقة شو شايفين انتو لو سمحتوا بهاي الصورة، شو المنتجات اللي معروضة. يلا بنعطيكم أكم من تانية. شوف ريال، معقول كثير منتجات؟ عارفة هاي الصورة رنين؟ هاي الصورة من الانستجرام، هي واحدة من شبكات التواصل الاجتماعي. هذا النوع من الصور احنا بنتعرض له كثير بأياماتنا، بخلال ساعات النهار أو بالشارع. صح مزبوط، كل وقت بنشوف هيك صور، بنشوف هيك شغلات، ومرات احنا ما بنعرف ايش الاشي اللي عم بيحاولوا يمرقوا لنا اياه في هاي الصورة. صح، كمان فكرة. شوي رح نكتشف كثير شغلات اللي ممكن للمرات الجاي احنا ننتبه لها. فهمت عليكي. شو لما انت جاهزة؟ حلو. وألمة وفريد من مدرسة ماريو حنا في حيفا جاهزين؟ حلو، هي عندهم جواب. او لما كمان في حد هون تقدر تكتب حدا. هات نشوف كمان مره مدرسه ماريو حنا شو جاوبوا. جاوبوا الشنطه ونظارات. شكرا مدرسه ماريو حنا، شكرا شكرا الما وشكرا فريد. شو لما؟ شنطه وساعه ونظاره وجاكيت وبلوزه مطره. كتار. طيب هات نشوف الجواب. إذا بنضغط على الصورة رح نكتشف 10 ماركات تجارية مبينة فيها، مثلا جوزدان، ساعة، بنطلون الجينز، قميص، مجوهرات، مكياج، نظارات شمسية، مناكير، تسريحة شعر. واو واو واو، كل هدول بصورة واحدة. فريال احكي لي شو اللي عم بيصير هون، انا بدي افهم. رنين صبايا، الشبكات التجارية بتتابع الصفحات الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي. حلو. صفحة معينة بتوصل عدد معين من المتابعين، الشبكات التجارية بتعرض على صاحب الصفحة تعاون تجاري. مثلا مقابل نشر صورة مع شنطة بنحصل على الشنطة. أحياناً الشبكات التجارية بتدفع مصاري مقابل عرض صورة مع المنتج. كتير من صور المؤثرين اللي بنشوفها على شبكات التواصل الاجتماعي، انستغرام، فيسبوك، تيك توك وغيرها، ما بيعرضوها ببلاش. هذا طبعاً بيعنيش إنه دائماً، بس ولكن منيح ننتبه كل الوقت هل هذا الإعلان مدفوع أو غير مدفوع. لازم نصير ننتبه صبايا. صح. شكراً كتير فريال بهاي المرحلة على المعلومات الكتير مهمة. رغدة ولما، ننتقل للسؤال الأخير. لحظة، نعرف شو النتيجة والعلامات بيناتكم. حاليا النتيجة هي كالتالي، لما 20، لما 20 ورغدة بعدها 10، لأنه جواب كان ناقص تبع الصف تبع رغدة. طيب إسا رح ننتقل للسؤال الأخير في الجولة الأولى هاي تاعتنا. زي ما بتعرفوا 10 علامات للجواب الصحيح، تمام؟ أميرة وصلها رابط عن طريق الواتساب لشراء حذاء أعجبها كتير، كان عليه تخفيض بنسبة 50%، بس هو تقليد لماركة معروفة كتير، وفي الموقع في بس صورة واحدة لهذا الحذاء. السؤال هو كالتالي، ما هو الشيء الذي يمكن أن يجعل أميرة تعتقد أن هذه الشروة غير آمنة؟ ألف، لا نشتري منتجات تكون تقليداً لماركة معروفة. ب، لا نفتح رابطاً يقترح علينا منتجات بسعر مخفض. جيم، لا نفتح رابطاً وصل من مصدر غير معروف.
دال لا نشتري منتجا تعرض صورة واحدة له فقط. شو رأيكم صبايا؟ بحب أحكي لكم أنه هي آخر فرصة عشان تستعملوا وسيلة المساعدة من الصف بهاي الجولة. شو رأيكم؟ بدكم تستعملوها ولا بدكم أنتوا تجاوبوا؟ أنا لا بدكيش تستعمليها ولا ما؟ برضو لا يعني انتوا كنتوا تجاوبوا؟ اه طيب حضروا اجوبتكم لنشوف شو جوابكم. يلا هات نشوف شو الجواب. رغدة فرجيني الجواب. دال دال ولما با. هات نشوف شو الجواب المظبوط. الجواب المظبوط هو جيم. انه ما بنضغط على رابط وصلنا من مصدر غير معروف. ما ركزتش بالاجوبه. انتبهتش للاحرف. طيب خلينا نشوف شو وضع العلامات بين هالصبايا التنتين الرائعات اللي معنا. وضع العلامات هو كالتالي، بعدنا على نفس وضع العلامات صح؟ ايه اه. اللي هو انه رغدة 10 علامات ولما 20 علامه. طيب شو رايك في ريال؟ الجواب للأسف مزبوط. جيم ممنوع نفتح رابط وصلنا من مصدر غير معروف لأنه يمكن يكون تصيد فيشينج أو احتيال. تصيد الاحتيالي هو حالة اللي فيها من خلال الضغط على رابط بنعطي منتحلي الشخصية إمكانية أخذ بياناتها وتفنا عشان يتصيدوا معلوماتنا منها. في الإنترنت في كتير ناس اللي معنية إنها تحصل على معلوماتنا، كلمات المرور، بطاقات الاعتماد تبعتنا. في مرات الرابط ببين موثوق كتير وكأنه شخص عن جد له عنوان بريد إلكتروني، بس ولكن مهم كتير أنه نتأكد أنه هذا الرابط موثوق بالفعل. رنين طب كيف بدنا نتأكد في ريال؟ أول إشي ممنوع نضغط على رابط وصل من دون ما نفحص مين بعت لنا إياه وهل هو عن جد موثوق بالنسبة لنا أو لا. إذا كان العنوان مش موجود في جوجل فهي علامة مش منيحة. حتى لو وصلنا إعلان يفضل نروح للموقع نفسه من خلال البحث في جوجل ومش ضغط على الرابط. في مرات المتصفح نفسه أو محركات البحث طبعا بتحذرنا من البرامج الضارة أو الفيروسات على المواقع اللي إحنا بنحاول إنه ندخلها. في مواقع على الشبكة بتعرف كيف تكتشف الفيروسات أو المواقع الضارة. عمليا وأخيرا ذكروا دائما أو إذا كان الموقع مبين كتير حلو وكتير منيح فممكن كتير إنه يكون مش حقيقي. يعني باختصار المطلوب ننتبه من كل هاي الروابط. أيوة. يعني فيش هدايا بدون مقابل. ها صبايا طبعا. شكرا كتير في ريال. طيب هات نشوف إسا وصلنا للجولة الثانية. يعني هذا بيقول إنه مستوى الصعوبة رح يكون أعلى وأعلى. ومش بس هيك، إسا على كل سؤال في 20 علامة. تمام صبايا؟ جاهزات؟ طبعا. طيب جاهزات للسؤال اللي بعده؟ يلا. نور بدها تشتري ساعة ذكية من دكاني على الانترنت. نور مش متأكدة انه هاي الدكانة حقيقية ولا لا وبدها تتأكد. إسا انتوا بدكم تساعدونا، ما هو الشيء الذي لا يمكن ان يساعدها على ان تعرف هل المتجر على الانترنت هو حقيقي؟ ركزوا منيح. ألف الاتصال بالرقم الظاهر في الموقع والتأكد أن هناك من يرد على الاتصال. ب أن تفحص في الموقع إذا كان المتجر يبيع منتجات أخرى. جيم البحث في الانترنت عن معلومات عن المتجر. دال فحص إذا كانت هناك أراء وتعليقات مختلفة عن المتجر. يعني للي ما انتبهش ثلاثة من الأجوبة المقترحة هون بتساعدها تفهم إذا كانت الدكانة حقيقية. أنا بدي الجواب الواحد اللي ما إلوش تأثير ومش راح يساعدها بالمرة. تمام؟ شو حسب رأيكو؟ حسب رأيي ب... أوكي الجواب هو ب. اتنيناتكو جوابتو ب. هل يا ترى جوابهن صح ولا لا؟ هات لنشوف إذا جوابكو صح. طيب بدنا نروح نشوف كمان بالصفوف شو عم بجاوبوا. هات نشوف المشاهدين في الصفوف شو جاوبوا. شو رأيكم قبل ما نكشف الجواب الصح؟ اوكي حلو كتير، معناته الجواب الصحيح هو با. عشان تعرف اذا كان متجر انترنت حقيقي مش راح يساعدها انه تفحص في الانترنت اذا كان ببيع منتجات تانية كمان. فجوابكم كان صح. او بدنا نعرف شو وضع العلامات مع الصبايا التنتين، مع رغدة ومع لما.
هات نشوف شو وضع العلامات. رغدة 30 علامة ولما 40 علامة، بس بعد في مجال انكم تتعادلوا، بعد في مجال انه تتغير العلامات والارقام. تمام صبايا؟ شوف ريال، ليش الدكاكين يعني على شبكة الانترنت هيك بسببوا لنا كل هاي البلبلة؟ البنات كتير صدقات انه الدكاكين بالفعل على الانترنت فيها مخاطرة، لانه فيش دكانة فعلية تقدر تشوفها بعينك، وكمان بتشوفش لا بيعين ولا بضايع. ندفع من قبل ببطاقة الاعتماد، وعلى اساس انه في المستقبل في يوم رح توصل البضايع اللي طلبناها، بس اذا ما كانتش الدكانة حقيقية رح يكون خطر اساءة استخدام بطاقة الاعتماد طبعا اللي سجلنا تفاصيلها بالبداية. عشان هيك بنصح تدوروا منيح وكفاية عن المعلومات عن البائع، مثلا انكم تتصلوا تحكوا مع حد حقيقة، تقروا أراء عنه، تدوروا على العنوان الفعلي للدكانة. وإذا كانت الدكانة بتعلن إنها بتبيع منتجات تانية، فهي كمان طريقة للمحتالين عشان يبينوا إنهم عن جد صادقين ويوقعونا بالفخ. يعني كمان مرة بدنا نقول إنه كل واحد اليوم بيقدر على راحته يفتح دكانة على الإنترنت حتى لو ما كانش عنده شو يبيع. عشان هيك افحصوا منيح من وين بتشتروا. شكرا كتير لإلك فريال بهاي المرحلة. حكينا عن وضع العلامات، صرنا نعرف شو العلامات بناتكم، بس كله قابل للتغيير. 40-30 بس كله قابل للتغيير. طيب وصلنا للسؤال الخامس اللي عليه كمان قديش علامات؟ 20 علامة. برافو عليكم. طيب السؤال كالتالي، محمد كان عم بتصفح بالانترنت على هاتفه الخلوي واشترى لعبة بلاي ستيشن من موقع غير معروف. باليوم التالي تلقى والداه رسالة تبلغهما أن بطاقة الاعتماد التي بحوزتهما قد تعرضت للاختراق. ما هو سبب اختراق بطاقة الاعتماد؟ ألف، كان متصلا بشبكة واي فاي عامة. ب، تم حفظ معلومات بطاقة الاعتماد على صفحة الدفع. جيم، لم يحصل على إذن من والديه للشراء. دال، الإجابتان ألف زائد ب صحيحتان. شو رغدة؟ شو لما؟ عرفت الجواب؟ تستعين بالصف. بدك تستعيني بالصف؟ اوكي. ورغدة؟ لا بدي عرفت الجواب. انت عارفه الجواب؟ اه. طيب بما انك فرجيني جوابك. دال، اجابتان الاجابتان الف وباء صحيحات. اوكي. ولما بدك تستعيني؟ يلا هات ناخذ الصف. مدرسة التسامح ام الفحم. وعندنا ايهم. ايهم شو جوابك؟ دال. اوكي شكرا شكرا لمدرسة التسامح، ما احلاك وبام الفحم. طيب والجواب هو كالتالي، صح جوابكم انتوا التنين مظبوط. دال، يعني الف وباء صحيحتان. وضع العلامات، هات نشوف شو وضع العلامات بين رغدة وبين لما. وضع العلامات هو 60 للما و50 لرغدة. ممتاز كتير منيح. أنا في ريال الصراحة ما كنتش أعرف إنه التسوق أونلاين هالقد خطير لما نكون متصلين شبكة واي فاي عامة. ليش هيك؟ وليش نشتري من دون موافقة الأهل كمان؟ طبيعي ممنوع نشتري بدون موافقة الأهل، وهذا غلط كبير. أما بالنسبة لمحمد، هذا مش سبب إنه شروته مش آمنة. لما بدنا نشتري من الإنترنت لازم نكون متصلين بس بشبكة واي فاي بيتية وآمنة، مش بشبكة واي فاي اللي عامة مثل المقاهي، مثل الدكاكين، مثل المطارات. هاي الشبكات بتكون أكثر عرضة لتسريب المعلومات. وإذا بدنا نشتري عن طريق التليفون، الأفضل نكون متصلين بالشبكة الخلوية اللي بالتليفون لأنها آمنة أكثر. طيب بس فهميني، شو مع الشبكة البيتية؟ يعني بنقدر نشتري من خلالها بأمان؟ أكيد. أكيد، بس مهم نتأكد من تثبيت برنامج موثوق لمكافحة الفيروسات على الكمبيوتر، وأنه نظام التشغيل كمان حديث، لأنه بهاي الطريقة بنكون مأمنين من المخاطر الحديثة. فهمت عليك، شكرا كتير في ريال لإلك. إسا وصلنا للسؤال الأخير في الجولة الثانية، كمان عليه 20 علامة. السؤال هيك، كيف بيكون الدفع عبر الإنترنت غير آمن؟ غير آمن، كيف يكون الدفع عبر الإنترنت غير آمن؟ ألف، الدفع على مواقع الإنترنت التي يبدأ عنوانها بالأحرف. ب، الدفع عن طريق PayPal أو الدفع في مواقع آمنة، أو الدفع باستخدام المحفظة الرقمية. شو؟ قبل ما أعرف جوابكم بدي أنتقل للمشاهدين والمشاهدات الموجودين معنا من كل الصفوف وأشوف شو جوابهم. هياتو هات لنشوف. واو 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 واو. إيه انا شايف النسب هون 49% جاوبوا انه الدفع على مواقع الانترنت اللي بيبدا عنوانها بالاحرف.
يعني شفتوا النتائج. طيب شو جوابكم؟ بتحبوا تستعينوا بالصفوف ولا بتحبوا انتوا تجاوبوا؟ بحب انا اجاوب. تحبي انت تجاوبي وانت كمان بتحبي تجاوبي؟ يلا فرجينا اجابتك رغدة. ألف. ألف وألف. هات لنشوف شو الجواب المضبوط. الجواب الصحيح هو ألف. صح مضبوط. هذا لأنه عنوان الموقع ناقص الحرف شو؟ أس. وأنت كمان كنت تعرفه؟ إلا أنا اللي بعرفه. المواقع الآمنة رنين هي اللي بتبلش ب H T P P S. حرف الأس والأما إسمه. في قفل كمان لازم يكون جنب العنوان جنب الـ URL. مستحيل تتبع وسرقة معلومات شخصية من هاي الأطرين هاي المواقع. يعني فيش خطر من إدخال تفاصيل بطاقة اعتماد إذا كان HTTP بدون الأس كان بتكون خطرة هاي المواقع ومش آمنة. يعني لازم ننتبه وما ندخل معلوماتنا الشخصية في هذا الموقع. واو يعني كل هذا الفرق الكبير من حرف واحد. طيب وشو بالنسبة للبيبل والمحفظة الرقمية؟ المحفظة الرقمية هي مثال كتير منيح على موقع آمن مثل بيت مثل باي بوكس جوجل باي. للدفع باستخدام المحفظة الرقمية لازم إحنا ننزل تطبيق الدفع على الهاتف الذكي. نسجل التفاصيل الشخصية تبعتنا وبطاقة الاعتماد مرة واحدة بس وبعد هيك بنصير نقدر ندفع باستخدام المحفظة الرقمية في أي دكان اللي فيه صندوق الدفع بدعم الدفع بهاي التقنية اللاسلكية وكمان من خلال الموقع نقدر ندفع. باي بال هاي خدمة دفع كمان بنستعملها بالإنترنت هي آمنة كتير بمستوى عالي بتساعدنا إنه نحول أموال منا لبائع بالذات إذا إحنا عم نشتري من الإنترنت. كل شخص بحب يدفع بهاي الطريقة بيفتح حساب بصير في عنده اسم مستخدم وكلمة سر. ساعتها البائع اللي اشترينا منه ما بيحصل على التفاصيل تبعتنا بتكون التفاصيل محفوظة بس بالباي بال. حبيت ممتاز. وعلى فكرة الوقت كتير بيمشي بسرعة. وصلنا للسؤال الأخير. السؤال الحاسم اللي قيمته 30 علامة. مركزات معي؟ 30. هذا السؤال كمان بدي أذكركم إنه في معاكم وسيلة المساعدة اللي بتقدروا تستعملوها بحكمة إذا بتحبوا المندوبين في صفوفكم. مستعدات؟ أكيد. أنا كمان مستعدة. طيب بدي أعطيكم أربع جمل ثلاثة منها صحيحة وواحدة مش صحيحة. حاولوا تعرفوا أي جملة مش صحيحة. هات لنشوف الجملة المش صحيحة. هل هي ألف قد يرتفع سعر المنتج أثناء انتظاره في الويش ليست، ب قد تكون رسوم الشحن أعلى من سعر المنتج، جيم لا تدفع ضرائب جمرك على المشتريات من خارج البلاد، دال يمكن إلغاء عملية شراء عبر الإنترنت واسترداد المبلغ بالكامل. شو صبايا بدكم تتوجهوا للمندوبين في الصفوف ولا بدكم أنتوا تجاوبوا؟ ما فهمتش الجواب جيم. يلا هات نرجع للجواب جيم. هات نرجع لجواب جيم لو سمحتوا حتى نعرف ونسمع لما جواب. دال بيقول يمكن إلغاء عملية شراء عبر الإنترنت واسترداد المبلغ بالكامل. يعني ممكن بعد ما قررت أقرر أنا بديش أنا أشتري خلص رجعوا لي مصرياتي أنا بديش هاي الشروة. تمام صبايا؟ أعيد على الأجوبة كمان مرة شو رأيكم؟ أنا ما فهمتش جيم. ما فهمتش جيم آسفة. لا تدفع ضرائب جمرك على المشتريات من خارج البلاد. في جمرك احنا بندفع على كل غرض احنا بنشتري من بريت البلاد ولا لا تدفع ضرائب جمرك على المشتريات من خارج البلاد؟ انا مش راح استعين بالصف. مش راح تستعين بالصف ولا ما مش عارفة بزبط تستعين بالصف. بزبط تستعيني بالصف. يلا هات نشوف الصف. ورغدة جهزي لي بس جوابك لو سمحتي. جهزيه بس تفرجيهوش عشان ما يشوفوش. مدرسة ام الفحم مدرسة التسامح شو ايهم؟ أيهم جاوب جيم. وانت يا رغدة؟ شكرا. أيهم كمان جيم. هات نشوف الجواب المظبوط. اتنيناتكم طلعتوا مظبوطين. الجملة الغلط هي جيم صح. ما بنقدرش ندفع ضرائب جمرك على المشتريات من خارج البلاد. شو بتقولي فريال؟ صحيح. ندفع عليها جمرك؟
احنا بندفع طبعا ضريبه جمرك على المشتريات من خارج البلاد لما بتكون قيمه الطرد او الشروه 75 دولار واكثر، بس هذا الاشي بيختلف من موقع لموقع وبيختلف من منتج لمنتج. بالنسبه للجواب الف على فكره رنين والصبايا، نعم ممكن يرتفع سعر المنتج لما بيكون في الانتظار في سله التسوق او في الويش ليست. احنا مرات واحنا نتصفح بنحط بالويش ليست، هذا بيصير لانه الموقع بيعرف بتذكر انك انت مهتم بهذا المنتج، يعني في احتمال انك تشتريه فبزيد الطلب عليه فبزيد السعر. طيب شو بالنسبة لرسوم الشحن؟ في احتمال انها تكون اعلى من سعر المنتج؟ للأسف الشديد نعم بالتأكيد، عشان هيك مهم ندور على الأحرف الصغيرة. في شركات اللي بتطلب رسوم الشحن بتكون حتى أعلى من تكلفة المنتج نفسه، مثلا المنتج بيكلف 3 دولارات رسوم الشحن بتكون 5 دولارات. وفي مرات لازم نضيف ضريبة القيمة المضافة، وبهاي الحالة بتكون الشروة أكيد مش منيحة طبعا. ودايما دايما رنين وصبايا نتذكر أنه منقدر نلغي أي شروة حتى من الإنترنت ونسترجع المبلغ اللي دفعناه كامل. وفريال قديش بتشرحي بطريقة ممتازة، أنا عم بفهم عليك كل إشي، وعن جد لازم ننتبه لكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة لما بنشتري عن طريق الإنترنت. طيب خلينا نشوف شو وضع العلامات. وضع العلامات، وضع العلامات، ها طلع أحلى صفوف. كل علامات كالتالي: رغدة 90 علامة 90 نقطة، ولما 100 نقطة. أوه البدالي بتروح لا الرغدة، زقفولة لرغدة. والكاس رح نعطيه للما، وكمان زقفي للما. ونتذكر الروح الرياضية رغدة ولما، كنت تجننوا كتير حبيتكم. شكرا. وأجوبتكم بتجنن. وإسا لحظة نسيت أعطيكم شغلة. هاي لإلك رغدة، تفضلي. شكرا. عفوا وشكرا لكمان اولاد صفك وبنات صفك. وهاي لك يا لما، وكمان شكرا لاولاد وبنات صفك. طيب اسا اجى الوقت لنكشف. ياها كيف اولاد صفك وعم بزقفوا. اسا اجى الوقت لنكشف جواب سؤال الاحماء. متذكرين شو سالنا المشاهدين؟ عن اكثر اشي بحبوا يشتروه من الانترنت. شو جاوبوا اغلب الطلاب حسب رايكم؟ هات لنشوف. وبدي اعرف كمان انتم شو اجوبتكم. اوكي طيب، هاي الاجوبه اللي كانت بالصفوف اكثر شيء جاوبوا عليه. تمام، انتم شو رايكم؟ انا اكثر شيء ملابس واحذيه. ملابس واحذيه. وانت؟ ملابس واحذيه. يا الله، انا فكرت انه العاب الكترونيات وقصص وهيك. يعني نقدر نقول انه انا خسرت، وانا لازم اختار واحدة من العلب واكل كل شيء موجود فيها. في ريال شو بدك تساعدينا؟ بس تفرجيناش، تفرجينيش حاليا. ايوه ابعديها لهناك. هاي 3، هات صندوق رقم 3، هاي 2، وهات صندوق رقم 2. انتوا ينفع تشوفوا عشان تساعدوني ايش ما اخترش. وهات صندوق رقم 1. يلا خسرتي رنين، شو اختار؟ شو اختار؟ شو اختار؟ ممنوع تساعد. ممنوع تساعدوني. طيب اختار نمرة 1. نمرة واحد. يعني بفرجيكي شو خسرتي. بس واحد. بفرجيكي شو خسرتي. شو خسرت؟ يلا. انت خسرتي هذا الشيء. ماي جاد، بتنجن معي. انا بحبه الصراحه. بتحبي تاكليه على الصبح؟ يعني مش بهي الساعات لا، بس أكيد. هو يعني بتاكل. وشو خسرتي هون؟ يعني من حركات وجهك مبين اني خسرت شيء كثير محب. اوه ماي جودنس، بس منيح منيح عشان انا باكل سكر. شوفي شو رح تاكلي. شو؟ اكيد بتحبيش. فرجيني فرجيني. بحرق؟ رغده هاتيه هاتيه اشوف هاتيه. مجبوره اكله؟ كله بدكم كل واحدة واحد. فريال بتحبي تاكلي معي؟ لا شكرا انا افطرت. تأكدت؟ لا شكرا. طيب بما انه حكيت ومجبورة، عن جد ما كنتش اعرف ايش فيه، لو كنت عارفة ما كنتش بختار واحد. صحتين. حد بختار. بحرق شكله. احنا ناكل الدوناتس. صح. تيجي ناكل الدوناتس. طيب قلنا الدوناتس لإلكم، هيك بنكون وصلنا لنهاية البرنامج. شكرا لغدا وشكرا لما. تحية لصف 8 2 التوب.
مبروك الفوز للما. شكرا لك في ريال. شكرا لكم بمشاركتك. كان البرنامج عن جد مثير للتحدي. شكرا للطلاب في الصفوف المندوبين وبالصفوف لكل المدارس اللي كانت معنا والصفوف اللي كانت معنا. بتمنى لكم تسوق آمن وناجح. اشتروا بحكمة. تذكروا انه اذا ما كنتوش بحاجة للمنتج بتقدروا ما تشتروهوش ببساطة. شكرا كثير لكم. انا رنين بشارات كنت معكم وكثير انبسطت والى اللقاء. الى اللقاء. تعرف انه زاكي لانه يعني بحرق بس زاكي. شوف لطلاب صفكم.